مؤسسة الدراسات الفلسطينية هي أقدم مؤسسة في العالم مكرسة حصراً للتوثيق والبحث والتحليل والنشر حول الشؤون الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي. مؤسسة الدراسات الفلسطينية منظمة مستقلة لا تزال محافظة على حيادها وغير تابعة لأي حكومة أو حزب أو تنظيم سياسي. تحظى منشورات وموارد المؤسسة باحترام كبير ويتم استخدامها على نطاق واسع من قبل الأكاديميين والباحثين العاملين في مجال القضية الفلسطينية. بعد قيام دولة إسرائيل في العام 1948 تفككت معظم المؤسسات الفلسطينية وتفرق المفكرين والباحثين الفلسطينيين في الشتات، وقد انتهى المطاف بالعديد منهم في لبنان حيث كانت الجامعة الأمريكية في بيروت مركزاً يجمعهم. في العام 1961 دعا قسطنطين زريق ووليد الخالدي وبرهان الدرجاني لإنشاء مركز أبحاث مكرس ومتخصص في القضية الفلسطينية. بحلول العام 1963 تم تسجيل المؤسسة رسمياً في لبنان ومنحت العلم والخبر. رأينا أنه غير معقول أنه ما يكون في مؤسسة تعنى بالقضية الفلسطينية، تتخصص بالقضية الفلسطينية من حيث التوثيق والحفظ الذاكرة الجماعية، دراسة إسرائيل نفسها، دراسة سياسات الدول الكبرى وخاصة سياسة أمريكا تجاه إسرائيل تجاه القضية، دراسة الحقوق الفلسطينية وشرحها وعرضها على النخب السياسية في العالم خاصة في الغرب، ولكن أيضا من ناحية تثقيفية للعالم العربي. شهدت الستينات من القرن الماضي تطورات كبيرة على الساحة الدولية والتي أثرت بشكل مباشر على الوضع الفلسطيني، بما في ذلك الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967 والتي أسفرت عن احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة. وطوال هذه الفترة استجابت المؤسسة لهذه الأحداث الكبرى من خلال إنتاج الوثائق والموارد العلمية والمدروسة بشكل منتظم، وفي العام 1971 تم إطلاق مجلة الدراسات الفلسطينية باللغة الإنجليزية. في بداية السبعينات انتقلت المؤسسة إلى مكتب أكبر، تشكل هالمرحلة الثانية من حياة المؤسسة مرحلة التوسع. صار في عنا دائرة أبحاث، صار عنا مركز دراسات إسرائيلية تصدر عنه أول نشرة تطلع في العالم العربي عن الصحافة الإسرائيلية، ووقتها طبعاً الكثير من الصحف انتقدت واعتبرت أنه هذا نوع من دعاية لإسرائيل، فكان نحن موقفنا أنه أعرف عدوك، وكان غرضنا طبعاً أنه نقدم منهج المؤسسة الأساسي، يعني الموضوعية والدقة ونراعي المسألة الوطنية. على الرغم من أن الحرب الأهلية كانت قائمة في لبنان، واصلت المؤسسة تطورها واستمرت بالنمو حتى أنها انتقلت إلى مكاتب جديدة ومضت بزيادة عدد منشوراتها وتنوع مواضيعها، كما أنها استمرت بإطلاق المبادرات الجديدة مثل مجلة الدراسات الفلسطينية باللغة الفرنسية والتي صدرت من باريس. المجلة الفرنسية بدأت في عام 81، والحقيقة أنها كانت أكثر اهتماماً بالأدب، بالفلسفة، بالفكر، تأمل أن تساهم بمقالات فكرية للمفكرين الأساسيين. هنالك مقالات في خلال 27 عام من حياة المجلة باللغة الفرنسية، من بيير فيدال ناكي إلى ماكسيم رودانسون إلى خوان غويتي سولو إلى جيل دولوز، جون بيرغر إلى جان جوني الكاتب الفرنسي الذي كتب نص ربما هو النص الوحيد الذي هو ضريح شهداء صبرا وشتيلة، نص عظيم اسمه 4 ساعات في شتيلة، وقال لي هذا النص من أجل مجلة الدراسات الفلسطينية، لأنها كانت لهذه المجلة مصداقية ومستوى فكري مهم جدا. شكل الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 تحدياً كبيراً للمؤسسة، فقد بقيت المؤسسة صامدة في بيروت، ولكن مع خروج العديد من باحثيها من لبنان كان لابد من إيجاد استراتيجيات جديدة للتكييف، فافتتحت مكتب اتصال وتنسيق صغير في نيقوسيا ونقلت عدداً من وظائفها إلى واشنطن.
Gradually, IPS DC began to publish books in English, some of them on our own and others through co-publishing arrangements with the University of Columbia Press and other presses, including Oxford University Press. The journal has been co-published with University of California Press at Berkeley. It was clear why the leadership in Beirut decided to place it here. I mean, first of all, whether we like it or not, this is where things are happening in terms of U.S. policy in the Middle East. We're not a lobbying organization, but we have ongoing regular contacts with government officials and with other players on the Palestine front. And there's a steady stream of people who we know and who are important to us that come through Washington that it's important to keep contact with. And then, of course, also this is the center of most of the think tanks and policy institutions relating to the Middle East and policy formation there. Our being here allows us to keep abreast of what's going on. تميزت أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات بالعديد من الأحداث السياسية الكبرى على ساحة النضال الفلسطيني. الانتفاضة الأولى في العام 1987، تلاها مؤتمر مدريد في العام 1991، والتوقيع على اتفاقية أوزلو في العام 1993. خلال تلك الفترة واصلت المؤسسة تعزيز عملها وهيكليتها مع إنشاء لجنة الأبحاث المركزية. في هذا الوقت تم إنتاج 2 من منشورات المؤسسة الرئيسية كي لا ننسى ومجلة الدراسات الفلسطينية باللغة العربية. في العام 1995 افتتح مكتب القدس. احنا بمكتب مؤسسة الدراسات الفلسطينية اللي موجود برام الله، تأسس سنة 1995، كان بالقدس باسم مؤسسة الدراسات المقدسية، كان ينتج مجلة جيروسلم كوارترلي اللي هي بتعالج موضوع مدينة القدس نظرا للخصوصية اللي بتتمتع فيها مدينة القدس. بسنة 2000 بلش الحصار اللي يتفاقم على مدينة القدس، يشتد على مدينة القدس، الأمر اللي أدى بانتقال هون لرام الله. ولكن أهمية وجود مكتب للاتصال المباشر مع جمهور الباحثين والأكاديميين والسياسيين هي بيئة طبيعية لهم إنه يكون في مكتب بالأراضي الفلسطينية ليجاوب على احتياجاتهم البحثية والأكاديمية. لهالسبب احنا عم نطور مكتبة صغيرة على غرار المكتبة الموجودة في بيروت. لهالسبب عنا ندوة شهرية متخصصة بموضوع معين، بالإضافة لهيك إنه مؤتمر سنوي ويحظى بأهمية كبيرة بأوساط المثقفين والأكاديميين والسياسيين والباحثين في الداخل الفلسطيني. لجانب ذلك الفرع مسؤول عن توزيع منشورات المؤسسة بالأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية بقطاع غزة بـ 48 حتى بالجولان المحتل. ما يوحد المؤسسة هو أكيد طبيعة الحال مجلس الأمناء، لأنه هذا واحد. ما يوحدها لجنة تنفيذية كمان، هذا جهاز واحد. إنما ما يوحدها عمليا بالنسبة لبرامج المؤسسة هو مجلس الأبحاث. بتجتمع مرتين بالسنة، بيجي عليها كل الباحثين الرئيسيين، مسؤولي المكاتب، رؤساء تحرير المجلات من المواقع المختلفة، من رام الله، من أمريكا، من فرنسا، والاجتماع بيصير في بيروت. بيروت هو المقر الرئيسي، ففيها المالية العامة تبع المؤسسة، الإدارة العامة، فيها النشر بالعربي. أهم كنوز المؤسسة هي طبعاً مكتبتها يلي هلأ صار فيها تقريباً 78 ألف كتاب عن القضية الفلسطينية، وفيها طبعاً أطروحات، كتب قيمة يلي بترجع لقبلة سنة 48، مجموعة صور كمان قبل 48، مايكروفيلم، صحف يلي بلشت سنة 1911،
الكرمل، الكرمل الجديد، كنوز بركة ما موجودة بلا محل بالعالم. في أواخر العام 2000 بدأت الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وقد شاهد ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم العدوان الإسرائيلي على لبنان سنة 2006، كما وشاهدوا سلسلة الاعتداءات والحروب على غزة. وبمواكبة تطور ونمو قطاع التواصل الاجتماعي، دخلت مؤسسة الدراسات الفلسطينية العالم الافتراضي والمعلوماتية الإلكترونية. Thank you for watching Palestine Studies TV. I'm your host, Clea Twan. Palestine Studies TV started in 2010, and since then we've done about over 30 interviews with professors, authors, activists, and touch on current affairs in the Israeli-Palestinian conflict. We try to kind of keep up with the news and explore issues that are really topical. But we also kind of look at more academic issues, like a new book that's come out and a new aspect of a conflict. We tried to make the journal a bit more interactive. We were trying to reach a different kind of audience, maybe younger people who are connecting to the issue through the internet, bring in people who have very different perspectives on the conflict. So that's really what Palestine Studies TV is about. Working on the website and also on our online presence is really important. It's what the first thing many people around this country and the English-speaking parts of the world see. And the publications we come out with, our journal, everything like that. So it's extremely important. The book can be viewed as a PDF file in our digital reader. The photographs are also laid out in outline form to mirror the book's organization. If you prefer, you can start from a map and choose the district in which the photos were taken. منتج ثقافي تبع أي شعب هو شيء مركزي بتحديد هويته وتاريخه وأفقه. الثقافة كتير مهمة وكتير خطرة، لأنه شعب ما بيركز على بنية ثقافية تحمي وجوده ممكن أنه ينهار وينقرض. النضالية بالثقافة أنك تبني مكتبة، أنك تبني أرشيف، أنك تبني ذاكرة، أنك تكون علمي، أنك تكون دقيق، أنه تحط موضوع فلسطين بإطاره كمأساة إنسانية مش كفقط نضال سياسي. اليوم بالعالم، اليوم قضية فلسطين هي مقياس الانتماء للعدالة بالعالم أو لا. أهم شيء يمكن من جميع إنجازات المؤسسة أنها عطت شرعية للبحث عن فلسطين، ليس فقط في العالم العربي أو في البيئة الفلسطينية، إنما في العالم أجمع. لن يكون بناء ديمقراطي حديث متفتح على العالم دون فكر ونشر وكتب. لذلك أمل أن يكون كل الإمكانيات لهذه المؤسسة التي برهنت من خلال 50 سنة الماضية أنها تستاهل الدعم. ليس سهل تأسيس مؤسسة بنوعية مؤسسة الدراسات، لا طائفية، لا حزبية، لا تنتمي إلى أي فئة، غير مرتبطة بزعيم، غير مرتبطة بحكومة مستقلة، غير ربحية. ليس من السهل إنشاء مؤسسة من النوع في العالم العربي.